نتاع المنطقه نتاعنا عندنا بعض المفردات اللي ممكن انقرضت او راحت ونحب نعاود نحييها. مثلا عندنا الشيء اللي راح هابط من الجمل وش يسموه هذا في عندكم انتم وش تسموه؟ مثلا راني ندير معاكم حوار هكذاك، هذول وش يسموه؟ وش يسموه؟ تعرف ولا ما تعرفش؟ انت ما تعرفهاش؟ صح. لو نسال اي انسان من الاجيال هذه الحاليه ما يجاوبكش. هذول يسموهم اللبب. اللبب جمع لبه. اللبه هي كلمه الحاجه اللي تعود هابطه من الركبه وتعود متذليه. مثلا يقولوا سبع بولبه. سبع بولبه هي لاكرينيير اللي تعود في السبع يسموها اللبه. حاجه واحده اخرى عندنا يعني قلت لك باش نحيوا هذه المفردات. عندنا حوري بعض اللي بيجوا اللي يلبسوهم بكري هنا في منطقه ولادنا الشنتو في عود داير على الركبه، ولكن اذا فاصلوه بطريقه واحده اخرى عود هابط متدلي من الركبه ومتدلي يسموه اللبه. عندنا احنا في اليمن وفي شبه الجزيره العربيه وفي سلطنه عمان تحديدا، اليمن وسلطنه عمان وجنوب شبه وجنوب السعوديه تحديدا، عندهم واحده القطعه يسموها اللبه من الحوري نتاع هذيك المنطقه. معناها هذه مفردة، شوف الامتداد نتاعها في التأصيل، هذه كلمة من الكلمات. هذا وش يسموه عندنا احنا؟ وش يسموه؟ وش يسموه؟ راني نسأل فيك، قرب هنا باش رانا نتحاوروا وهو حتى يصور يوثق. أنا راه يوثق، ما عليناش. أنا ثاني مقبولة، أنا مقبولة كاع مع بعضنا، كل رانا ندي من عندك وتدي من عندي، وإذا ربما أنا خاطئ تصحح لي. لانه تاع الموروث عليه يحيي بهالطريقه. هذا هو العطوش. العطوش يقولوا العطوش هذا هو. كيف الخاصه تاع يا حمام في العطوش؟ يا حمام في العطوش هذه اورنمون يديروها مع الباسور، للباسور تاع الحمام صرف يخرجوا هذا يقولوا الباسور، هذا الباسور وهذا العطوش، هذو البد. نزيدوا نشوفوا حاجه واحده اخرى. مثلا عندنا في منطقتنا احنا عندنا النسيج، كاين النسيج على نوعين، عندنا النسيج العمودي اللي هو فيرتيكال والنسيج الافقي اوريزونتال. هذايا يسموه الرقيق، يقول لك فلانه تخدم الرقيق قشبيه، اسمع بهذه المفردة فلانه تعرف الرقيق ولا لا؟ هاي والله هذا الرقيق واش يخدموا فيه الرقيق؟ الكسي، الزرابل، البرانيس، الكشاشين، الخماره، تعرفوا الخمري؟ الخمري تعرفوا؟ هاي والله هذا يخدموه بطريقه على الطريقه هذه، وهذه الطريقه وهذه مختلفين، فيها النيله، فيها الصوصيه، فيها هذا واش النسيج الافقي واش يخدموا به؟ هذا القليظ، هذا يخدموه غالبا من الشعر او من الابر وحده نقي، وهذا غالبا يخدموه يا اما من الابر اللي مخلط كاع يتم الكبير تاع الثلب ولا تاع الجمل الكبير يعود مخلط بالفيبر تاع عطوان، والا يخدموه من الصوف ومن شعر الناس. وش يخدموا به؟ الفليش، يخدموا به الحمل، يخدموا به القراير، وهذا هذا هو الانواع تاع النسيج اللي عندنا هذه. نزيدوا نشوفوا حاجه واحده اخرى في الحوري مثلا، هنا هذه الصوره هذه شوفوا اش راه دير، يجملوا في روحه، يديروا ريش النعام، الناصيه، الظفيره هذه يخسر فيها يعدها الشعر، وزيدوا يطولوها بالخيوط. خيوط كحل يعاودوا باش تمدد وتبرم. هذه من العادات تاع هذه من العادات تاع المنطقه تاع البرين. لا البرين خلخال، يقصدوا الان خلخال. لا اسمع شنو يقول لك ام برين، البرين هو الخلخال. زيد الملحفه تاع منطقه ثاني فيها اختلافات. هاي حاجه واحده اخرى انا اكتشفتها جديد من خلال الصور تاع لي بيربر، صناعه الفخار. انا ما كنتش عارف بلي عندنا صناعه فخار، واتضح ان ولاد نايل هذول ولادين او ولاد نايل شراكه في منطقه تبوك، اتضح ان كل حاجه يخدموها لارواحهم من نسيجهم، الفخارهم، الحوليهم، اللباسهم، هذول كم يخدموا في الطواجين، الكساء، البروم، الحوايج تاع الفخار عندهم. والدليل هاي البيئه حمراء تاع ولاد نايل، ولاد نايل الشراكه.